مرحبا متابعي آفاق مفتوحة في كل مكان، المعرفة موزعة بين العقول والحصول عليها مأثرة الإنسان المبدع. في هذه الحلقة نحاول أن نفهم مسيرة الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال وإلى الآن، وكيف يمكن الاقتصاد السوداني أن يخرج من المأزق الذي هو فيه. معي داخل السجل الباحثين، نبدأ من الأستاذ عبد المنعم عوض، باحث في ركائز المعرفة. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. مرحبا بك بمشاهديك الكرام. الله يخليك. ومعي ايضا داخل الاستوديو الاستاذ احمد الفضل، باحث في مركز التنميه والسياسات العامه. مرحبا بك. مرحبا جهاد، ومرحبا بالاخوه المشاهدين. ومعنا ايضا صاحب الكتاب المثير للجدل دعهم يجوع، الاستاذ مجاهد خلف الله. مرحبا بك استاذ مجاهد. مرحبا بك جهاد. ودي كان اقول لك اتمنى تكون حلقه مفيده وممتعه، لكن بس كل طموحاتي انها تعدي على خير ان شاء الله يعني. الله يستر. الله يستر. ومعنا ايضا داخل عبر الهاتف عذرا الاستاذ ايليا روبن ويليام. مرحبا بك ايليا. وبعد الفاصل نبدا النقاش. بكم من جديد، ونبدأ ضربة البداية من الأستاذ عبد المنعم عوض. كيف نفهم مسيرة الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال إلى الآن؟ يعني نكوص وردة ثم نهوض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. لنفهم مسيرة الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال وحتى الآن يجب أن نفهم مسيرة الاقتصاد العالمي والتطورات التي مرت به منذ الاستقلال السودان أو مرحلة ما قبل استقلال السودان وإلى الآن. كان الاقتصاد العالمي يتسم بالتقليدية ومبادلة المواد الأولية، وكانت أفريقيا كلها هي مصدر المواد الأولية بالنسبة للعالم الأوروبي، وكانت صادرات السودان من المواد الأولية الزراعية القطن وريش النعام والذهب وغيره كانت كافية لإدارة موارد البلاد في ذلك الوقت، اعتمادا على عدد السكان، اعتمادا على الاحتياجات. ولكن علم الاقتصاد بطبيعة الحال علم متجدد ومتغير، والاحتياجات الإنسانية نفسها متغيرة. نعم. ولا يدوم الحال ابدا. فمنذ العام 1903 كانت تقديرات السكان حوالي 1,000,000 واحد. لما تشوف تعدادات 1913 تلقاها تضاعفت، لما تشوف 1923 تلقى العدد زاد شويه، لما تمشي 48 بيعمل زي 5.5 مليون. الى الان نحن شايفين التضاعفات والاعداد السكانيه والهجره والمتغيرات الكبيره التي حدثت. اضف الى ذلك المتغيرات الكبيره التي حدثت في الاقتصاد العالمي. يعني الاقتصاد العالمي كان يتسم بأنه في مدرستين، كل مدرسة كانت بتدعو لنموذجة تبشر به. كان في اتزان عالمي باعتبار أنه موازين القوى، يعني كل واحد بيحاول يعني على حساب الآخر أنه يكسب وكده. أفريقيا نفسها كانت مستفيدة من هذا الزخم ككل يعني، وكانت في كل حوارات التجارة كان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي هو نصير أفريقيا. أفريقيا فقدت هذا النصير بانهيار الاتحاد السوفيتي ودخول مرحلة النيو أوردر الجديد في العالم، والعولمة ظهرت بشكل الكبير وكده، وبقى في اقتصاد سوق مهيمن وحاول أنه ينشر هذه الثقافة في كل الدول. وبدأت الإشكال على المستوى الأفريقي وعلى المستوى العربي. على المستوى الأفريقي بدأت تحدث إشكالات واختلالات كبيرة جدا في الاقتصادات الأفريقية نتيجة لواحد العولمة وشروط التجارة غير العادلة، اثنين بمشكلة السياسات الاقتصادية داخل القارة الأفريقية نفسها يعني. ومن ثم تدخل البنك الدولي والصندوق النقد الدولي وجاء بوصفاته خاصة أفريقيا جنوب الصحراء، منها في 32 دولة أو أكثر تقع في إطار ما يسمى بالدول الأشد يعني الأقل نموا. نعم. بمعيار الفقر فيها طبعا الأشد فقرا وكذا. نعم. هل احنا يعني المعيار ده نفسه يتوضع كيف؟ يعني نسبة، لأنه بتعتمد معظم هذه الدول على اقتصاد، على موارد اقتصاد محلية. هل المعيار ده بس لأنه هي ما منخرطة في الاقتصاد العالمي؟ لا بالعكس، هي أفريقيا مندمجة في الاقتصاد العالمي منذ أمد بعيد. لكن هذا الاندماج في الأول كان شكله التوازن بتاعه كان يحدث عن طريق صادرات المواد الأولية التقليدية. وأفريقيا هي مصدر تقريبا هذه الصادرات الأولية الزراعية والحيوانية والسن العاج والذهب وما إلى ذلك يعني. لكن زي ما قلت لك المتغيرات الأخيرة والتحولات الاقتصادية الكبرى ومرحلة التحول الاقتصاد ذاته الاقتصاد المعلوماتية والمعلومات، نعم. كل هذا أثر على أنه المسألة تتغير. لكن اللافت جدا والملفت هو
منذ بواكير العام التسعينات يعني اللي هي فيها انهار المعسكر الشرقي وبيجي فيه زي ما قلت لك نيو اوردر هو بيفرض ثقافته يعني مدرسه جديده. طيب احنا نيجي نشوف الملامح بتاعت المدرسه الجديده واثرها على المجتمعات اللي كانت فيها الروح الاشتراكيه عموما. استاذ احمد الفضل يعني القطاعات الرئيسيه اللي بيعتمد على الاقتصاد السوداني يعني من الاستقلال اللي حدث ما الذي اختلف؟ والله يعني احنا لو بدنا نتكلم عن تركيبه القطاع الاقتصاد السوداني من الاستقلال لحد هسه بصوره عامه انا ما بتخيل انه يعني في تحولات كبيره في طبيعه الاقتصاد باعتبار انه الاقتصاد اللي ورثناه من الـ من الـ من الـ من الحكم الثنائي هو كان اقتصاد زي ما قال الدكتور عبد المنعم بيعتمد اساسا على الاقتصاد الزراعي وعلى تصدير الصادرات الزراعيه ومن للقطن يعني وبعد فتره طويله من الزمن الان ممكن نكون احنا رجعنا لنفس الحاله دي لكن مع بعض الاستثناءات يعني في بعض الفترات مثلا في الفتره بتاعت الحكم عبود كان في بدايه تحديث للقطاع الاقتصادي يعني شهد مجموعه من مشاريع البنى التحتيه وتشجيع للقطاع الصناعي ولكن يعني الفتره دي ما ممكن نوصفها بانه حصل فيها تحول كبير لكن كانت انطلاقه للحاجه للمساله دي لكن طبعا بالمناسبه نحن صعب دائما نقرا الاقتصاد من غير ما نقرا معاه البيئه السياسيه حول المساله دي منذ الاستقلال وحتى الان انا ما بظن انه مساله التحديث الاقتصادي وإنجاز الترانسفورميشن أو التحول الاقتصادي وإنجاز عملية التنمية هي كانت واحدة من الأجندة السياسية المطروحة بقوة. بتخيل إنه دائماً كانت هامشية. كانت بس بتخيل إنها دائماً كانت هامشية أو حتى الأشكال اللي طرحت بها ما هي الأشكال اللي ممكن تقول عليها ديفلوبمنتال بمعنى إنه الدولة يبقى عندها مشروع بتاع تحول واضح لتنتقل من قطاع زراعي تقليدي. لتمشي لقطاعات أكثر إنتاجية حتى في تحديث القطاع الزراعي أو التحول للقطاع الصناعي. الفترة الاستثنائية الوحيدة فترة البترول اللي هو كنا يعني ممكن نصفنا تماما بأنه اقتصاد ريعي بيعتمد على العائدات بتاعت البترول اللي حصلت فيها فترة بتاعت نمو كبير لكن ما وظفنا عائدات البترول اللي في أننا نبني الكابيتال رأس المال المادي من مصانع وأدوات إنتاج. فستيل يعني بعد ما انتهى البترول لسه يعني الان يعني مثلا طموحاتنا الاقتصاديه متعلقه بقطاع زي قطاع التعدين اللي هو قطاع اكستراكتيف انه احنا معتمدين على الموارد الطبيعيه عشان تقوم تدينا العوائد بتاعتنا. نعم استاذ مجاهد يعني التحول الاقتصادي هو شنو اصلا التحول الاقتصادي وليه السودان ما نجح في تحقيق تحول اقتصادي؟ انا اظن اول حاجه السودان ما نجح في يعني لانه طبعا السودان مرت على حكومات كثيره فما تقدر تقول الحكومات دي كلها كانت سيئه بالصدفه. انا اظن السبب الاساسي ان احنا ذاتنا السودانيين يعني الشعب السوداني عنده ثقافه محدده في راسه مبنيه على انه العمل حاجه ما مهمه. الكلام ده انا قاعد اقوله كثير حتى لدرجه انه بقى بالنسبه لي ممل ذاته لكن بالنسبه لنا دائما انه العمل شيء ما مهم ومعتمدين على التكافل الاكثر من اللازم والناس يحبوا يساعدوا بعض. واسال الدكتور يعني حتى بدا كلامه بانه لاحظ الكلمات الاتحاد السوفيتي نصير لافريقيا بينما السوق الحر هيمن. يعني لاحظ السوق الحر بيقول لاي زول انه اشتغلت تاكل ما اشتغلت ما تاكل. الاتحاد السوفيتي بيقول شيلوا من اي زول قدر قدرته رجعوا لاي زول حوجته وكلام زي ده. فانا اظن المشكله عندنا السودانيين اللي هو نحن مزارعين يعني وانا ما اقدر اقول انه الزراعه في حد ذاتها هي مهنه بتعلم الكسل او كده لكن بيكون عندهم حاجه اسمها زي عقيده الخير المحدود كده انه انت يا خلاص يا اخي ما رزق اليوم باليوم جاك وكده فما في تنافسيه المفترض. المهم احنا يعني ما قدرنا نخرط ثقافيا في مساله اقتصاد العالم نمشي مع الناس الاغنياء اللي هم مشوا كيف نبقى زيهم بس. فانا شايف انه اول خطوه الناس تغير المفهوم بتاع العمل كيف عشان ما يكون برضو الكلام حالي. يا اخي مبدئيا اول شيء الحكومه كحكومه بغض النظر عن الحكومه الحاليه او حكومه مستقبليه ما يكون في ناس متكلين على الحكومه عايشين على الاعانات وعايشين على الاعفاءات من الضرائب وعايشين على انه يدعموا لهم البترول يدعموا لهم القمح وكذا. مفترض اي زول يشتغل ياكل. وثاني والاهم من كذا البيوت يعني انت اذا عندك ولدك وصل 16 سنه يمشي يشتغل بس سواء كان بيقرا يعني كونه تقرا جامعه دي ما عذر انك تكون قاعد في البيت عاله. وكوني انه انا الكلام ده قاعد اقوله كثير هنا في السودان كوني انه في فتاه او ولد
فوق ال 18 سنه وفوق ال 16 سنه وقاعد في البيت وعنده معامله منزليه بتشتغل لهم وهو ما عنده شغل, ده انسان عالى على المجتمع وعالى على طبعا عالى على اسرته وعالى علي انا ذاتي, لانه هو في النهايه بيستخدم الزلط اللي انا قاعد استخدمه ده. انا بدفع ضرائب وما بدفع ضرائب لانه عاطل, وانا بدفع في بوليس بيحميه زي ما بيحميني وهو قاعد عاطل, فما يشوف انه هو يقول انا عايش على اسرتي, انت عايش علينا ذاته. فالفكره الاساسيه لازم الناس تغير الفهم ده, تغير الفهم بتاع انه العمل هو الحاجه رقم واحد. اي ثروه, اي ملكيه, اي حاجه حصلت للانسان منذ التطور, منذ تطورنا من الحاجه اللي كانت قبلنا, جاد عن طريق العمل. فلازم العمل يكون حلو الحاجه رقم واحد. ده الفرق بيننا وبين الثقافات. نخلي الاسماء وراسماليه وشيوعيه والحاجات دي, يعني دي ذاتها بتخدد ضدنا. طيب تطرح اطروحات راسماليه, لكن خلينا نحن نجي نشوف هذه الاطروحه. يعني ويليام مرحبا بك. مرحبا إيليا ويليام. أهلا جهاد. الله يخليك. يعني مسيرة الاقتصاد السوداني يعني انطلقت المشكلة, نقدر نقول مشكلة في توصيات المؤسسة الدولية أم هي مشكلة في الإنتاج؟ كيف يمكن نحن نفهم مشكلة الاقتصاد السوداني؟ حقيقة هي من بدايتها كانت مشكلة بتاعت رؤية. الحكومات المتتالية ما كانت عندها رؤية واضحة لإدارة الاقتصاد, من وين تبتدي من وين تنتهي, المشكلة في الخطط بتاعتنا, كيف احنا ننفذ الخطط دي, كيف احنا نراقبها, كيف الانحرافات اللي تحصل في التعامل معها, كيف دي كلها مشاكل كانت الحكومات اللي تعرضت على السودان ما ركزت عليها. بالإضافة إنه إحنا بنستعمل شكل رأسمالي في الاقتصاد بدائي جدا ما قايم على الإنتاج خالص, قايم فقط على إنه إحنا نصدر المادة الخام برا ونستهلك. إحنا 62 سنة قاعدين نستهلك, ما شكلنا أي إضافة للعالم نهائيا. نعم, قايمين على الاستهلاك فقط. نعم أستاذ عبد المنعم, يعني خلينا نشوف أستاذ عبد المنعم. ويعني الحديث عن انه والله كان في مشكله بتاعت رؤيه اساسا, الحكومات الاحزاب ما كان في رؤيه اساسا لمزاله الاقتصاد, وتحدث احمد الفضل عنها هي كانت مزاله هامشيه, وتحدث مجاهد قال هي مشكله ثقافه خاصه بالمجتمع السوداني. اول اذا سمحت لي انا داير واصل شويه في ما بداته عشان تبقى الصوره فيه واضحه. انا لما اقول انه هذا سياق تاريخي, ان افريقيا كانت في حواراتها تقف معها اوروبا الشرقيه والاتحاد السوفيتي, هذا سياق تاريخي في اطار الحوار العالمي حول قضايا التنميه والعولمه والتجاره الدوليه. ولكن ما هي النتائج؟ حينما تم برامج اعاده الهيكله او سياسات اعاده الهيكله المطروحه من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لافريقيا, تمخض الوضع باختصار عشان الزمن, تمخض الوضع عن وجود نمو اقتصادي بدون فرص عمل, وجود نمو اقتصادي بدون امن. افريقيا فقدت الامن نتيجه لسياسات الهيكله والسوق الحر اللي هي طبقت بمستويات كبيره جدا. اضطر مجلس الامن ان يخرج قرارات لجمع الاسلحه الخفيفه التي حدثت, دي كانت يعني ده بيقع في اطار الاقتصاد والعلوم السياسيه, دي نماذج اقتصاديه ادت لمشاكل اجتماعيه ومشاكل سياسيه ونزاعات وسوشيال تنشن, وبالتالي ادت لمشاكل. انا ما بقدر اقول الاقتصاد السوداني فاقد الرؤيه, يعني قلت لك قبل المسائل المتجدده حقو نحن ننظر لها بانه ما كل زول في وقت رؤيته كان صح في الوقت اللي هو قاعد فيه. الان الشيء الوحيد اللي ذكره هنا احمد فضل هو انه فعلا في الوقت اللي نحن حققنا فيه مستويات نمو اقتصادي كبيره جدا غير مسبوقه, حققنا نمو عالي جدا في المتوسط كان زي 8%, الكلام ده بيتقال كثير جدا ومفهوم ومعروف يعني. في الوقت ده كله نحن ما قدرنا نحقق فرص عمل وما قدرنا ناثر على الفقر. نفسه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نفسه كان محتار في قضية السودان, وكثير من الدول الأفريقية كان هناك معدل نمو عالي جدا من ناحية, وفي ذات اللحظة معدل نمو فقري عالي جدا وبطالة ومشاكل اجتماعية. ثقافة العمل ما في خلاف طبعا مع الأخ مجاهد, ما في زول بيختلف معه أنه ثقافة العمل وعدم التبطل وما إلى ذلك, لكن الأرقام تدحض الكلام عن أنه الإشكال هو ثقافة العمل. ثقافة العمل مهمة جدا أنا متفق معه, لكن ما هي المشكلة الاقتصادية؟ نحن عندنا بطالة سافرة, آخر مسح قوة عاملة يتكلم عن بطالة سافرة 18%. بطالة سافرة دي معناها زول لفترة مرجعية 12 شهر ما بيلقى شغل ولا ساعة واحدة في أسبوع. ولو تكلمت عن أشكال العمل المنقوص تلقاه برضه حوالي نصف قوة العمل. يعني واضح إنه الناس مش هالناس ما دارين يشتغلوا, الناس مش يسجلوا في مكاتب العمل, بيطلعوا بطاقاتهم بيبحثوا عن فرص عمل, ما في فرص عمل. اقتصاد بينمو بدون توليد فرص عمل, تنمية اقتصادية بدون تنمية اجتماعية, هي دي الأشكال الأساسي الآن والمعضلة الكبيرة
في الاقتصاد السوداني. والسبب بس عشان دي الحته المهمه. السبب انا ما داير برضو اتهم يعني نظام عالمي ولا اقتصاد عالمي ولا كده، لكن حقيقه نازل طبقوا وصفات البنك الدولي صندوق النقد الدولي كثير جدا. حتى اخر رفع للدعم تم الناس تكلم عن اعاده هيكله الدعم، بمعنى انه الدعم يصل الى المحتاجين له. أصل الان الموازنه الاخيره دي اللي طرح فيها قائمه على يعني توصيات البنك الدولي وتوصيات يعني البعض يعزيها انها دي هيمنه الراسماليه العالميه. هو كل مره الوضع بيزيد ضغطا كويس. نحن ما عندنا مشكله مع نظام الراسمال ذاته، زدان اول اقتصاد السوق، احسن نقول اقتصاد السوق في السودان لو ادانا حلول يعني، لكن نحن طبقنا النظام والجرعه المره والجرعه الواحده وكده يعني، وحتى الان نستمع الى هذه الوصفات وحتى الان ما في نتيجه. وانا برضو ما داير احمل كثير جدا الاداره الاقتصاديه وما داير احمل كثير جدا برضو الاداره السياسيه، لانه زي ما جبيل بدت لك بالوصف التاريخي المساله دي اتجاه عالمي، والاشكال ده موجود على مستوى الدول العربيه، موجود على مستوى الدول الافريقيه. على مستوى الدول العربيه اخر تقرير بتاع الاسكو اللجنه الاقتصاديه والاجتماعيه الغربي اسيا اللي بتضم كثير جدا من الدول العربيه من ضمنها السودان، بتقول انه الدول العربيه ما كانت ماشيه في طريقه انها تحقق الاهداف المتفق عليها في اهداف الاولى الام دي جيز الالفيه الاولى، الاهداف الاولى قبل الاس دي جيز الاخيره اللي هي واحد فقط، الهدف الاول فقط هو القضاء على الفقر القضاء على الفقر والجوع، بمعنى القضاء على الفقر المدقع والجوع. وفي نفس الوقت كانت هذه الدول تحقق تنمية اقتصادية، لكن أنا هنا برضو داري لكلام أحمد فضل في أنه التنمية الاقتصادية ذاتها بس دار أقول له أنه خليك من الانتقال من القطاع التقليدي لقطاع الصناعات. هو القطاع التقليدي ذاته الكباسيتي بتاعته ما مليانة لأنه ما في اهتمام به على الإطلاق. نعم. واحدة من مشاكل الاقتصاد السوداني هي عدم الاهتمام بالتنمية المتوازنة، بالذات بالتنمية الريفية. القطاع التقليدي ده هو الأمن الغذائي في السودان بحقه القطاع التقليدي، الانتاج الكثيف في السودان بحقه الانتاج التقليدي سواء كان التقليدي او التقليدي الفول الميكنه يعني. نعم احنا كيف ما في اهتمام بهذا القطاع. نعم احنا نجي نشوف كيف ممكن القطاع ده يساهم في الاقتصاد الكلي للسودان يعني سبل الحلول واستشراف المستقبل. لكن يا احمد الفضل يعني الحديث عن انه والله يا اخي الموضوع ده عنده علاقه بال يعني هيمنه الاقتصاد الراسمالي، احنا نخضع لتوصيات البنك الدولي، نخضع لتوصيات يعني رأسمالية ورأسمالية كلاسيكية. والله أنا صراحة يعني ما من المتحمسين يعني عشان موقفي يكون واضح، ما من المتحمسين للوصفات بتاعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولكن في نفس الوقت ما متحمسين برضو لأنه نقول إنه مشكلة الاقتصاد السوداني هي الوصفات دي. يعني زي ما قلت لكم إنه انا يعني مشكلتي الاساسيه في انه الاقتصاد السوداني ما انجز التحول المطلوب، يعني سواء كان داري يمشي في الاتجاه ده او داري يمشي في الاتجاه اللي انا من انصاره ومتحمسين له اللي هو الاتجاه بتاع ديفلوبمنتال ستيت وسنتر بلان ايكونومي، اقتصاد مخطط يعني مركزيا والدوله يكون عندها تدخل كبير في الاقتصاد. في منجزات معينه المفروض تحصل، وزي ما قال عبد المنعم انه احنا لما نتكلم عن الترانسفورميشن نتكلم عن انه واحدة من أكبر المشاكل بتاعتنا في الاقتصاد في كل القطاعات إنه الإنتاجية ضعيفة، ودي أنا بتخيلها يعني أزمة الاقتصاد السوداني ونقطة الضعف سواء كان في القطاع الزراعي التقليدي أو في القطاعات اللي أصلاً هي في بداياتها. وأنا بتخيل إنه الدور المفروض تلعب الحكومة إنه هي تبدأ تبوش أو إنها تدفع في اتجاه التحول ده من خلال رفع الإنتاجية في القطاع الزراعي. لما نقول رفع الإنتاجية في القطاع الزراعي لأنه الكلام ده برضو قاعد يتقال في الإعلام بصورة كثيرة، القطاع الزراعي واحدة من الصفات الأساسية فيه إنه أول حاجة نحن معتمدين بصورة تقريبا 60% على القطاع المطري، وهي سيزونال زي ما كان بيتكلم هسه مجاهد إنه بيتكلم عن إنه في بطالة. أنا طبعا قاعد أقول إنه البطالة مشكلة ما ثقافة العمل، مشكلة العرض على العمل، يعني أنت عندك اقتصاد منكمش وما في فرص عمل، يعني حتى الناس لو طلعت دار تعمل ما حتعمل. ففي سيزوناليتي بيتصف بها القطاع الزراعي. الحاجة الثانية انه وسائل الانتاج فيه يعني بدائية وفيه عمالة كثيفة، ودي من ميزاته ومشاكله. يعني ميزاته انه فيه كثيف العمالة، يعني ممكن يشغل الناس كتار لكن بيخلي الانتاجية بتاعت العامل يعني زور نصيبه من اجمالي الزراعة بسيطة. فالتحول اللي انا بقترحه والتحول اللي انا متبنيه انه انت تبدأ تحدث القطاع المطري ده، ومن خلال حاجتين اساسيات، تبدا تزيد التكنولوجيز الداخله فيه اللي هي حتقلل العمال، لكن من خلال انه انت العمال ده يحصل لهم حاجه بيسموها الايربانيزيشن انه ينتقلوا للقطاع الحديث.
التحول ده في أربع نماذج للتحول. في تحول بيكون مدفوع بزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي اللي هو بيسموها agriculture led transformation، ولا التحول المدفوع بالتركيز على القطاعات الاستخراجية زي الذهب والبترول، أو التحول المعتمد على قطاع الخدمات اللي هو ده زي مثلاً متكلم عن دولة زي مصر بيعتمدوا على قطاع السياحة وكده، أو التحول بالتصنيع الاندستريالايزيشن. ودائماً الخيار الأخير ده هو من الخيارات الرائجة، مثلاً زي جزء من الدول الأفريقية أنجز التحول بالطريقة دي، نمور الآسيوية في أغلبها. لكن أنا لسه متشكك في قدرة السودان على ينجز الحاجة دي، لأنه دائماً واحدة من العوامل الأساسية سعر العمل أو العمالة. يعني إحنا السودان إلى حد ما بلد ما كثيف العمال، وريلاتيفلي بالرغم من ما في داتا لكن تكلفة العمل عندنا ما مخفضة. لكن أنا هسه بقترح إنه بما إنه الآن عندنا قطاع جديد واعد زي قطاع التعدين، بتخيل إنه الدولة مفروض تتبنى خطة كاملة لمشاريع استراتيجية مخططة مركزيا، يكون فكرة الأساسية إنه نبدأ نعمل سير فايض في الأموال عشان نوجهها لتطوير القطاع الزراعي. نعم، ده في ظل فكرة الاقتصاد الرأسمالي. في ظل فكرة الاقتصاد اللي هو أنا بما أني أجلس يسارا لمجاهد اللي هي فحقيقة الموقف ده يسارا له، اللي هو دي الفكرة اللي عكس فكرة التحرير السوق وتصغير الحكومة وكده. لكن بتخيل إن الحكومة في الحاجة اللي بيسموها السوشيال أوفرهيد كابيتال اللي هي الطرق الطاقة، في ثلاث حاجات أساسية برضو عشان الناس تكون واضحة شديد. عندنا في القطاع الصناعي زيرو فاكتور الطاقة، عندنا في القطاع الزراعي زيرو فاكتور الري، وعندنا في الخدمات زيرو فاكتور الهيومن كابيتال والانفورميشن. انا بتخيل انه الحكومه مفروض تركز كل مجهوداتها على زياده الانتاج في الطاقه وزياده المساحات المرويه، وطبعا بالتالي برضه الانفراستراكشر زي الشوارع. هنا دي الفرصه الذات اللي بتخلي انه السوق او القطاع الخاص يقدر يتحرك في مساحات معقول، وبيبقى في كومبتيتيف نزل المنتجات بتاعتنا في السوق العالمي. لكن بالطريقة الهسة نحن مهما الدولة تطلع الفيرمز الشركات بتاعتنا ما بروداكتيف، وحتفشل في انها تواجه التنافسية في العالم. يعني ما عندها القدرة انها تستمر، ما عندها القدرة. بعدين في عبر الزمن الطويل اللي حصل ده برضو ما حصل تراكم لرؤوس الاموال. يعني الليلة كبار رؤوس الاموال في السودان، يعني لو حاولت تشوف اول حاجة ما رؤوس اموال صناعية، يعني اغلبها بسموها ميرشندايز تجار. الحاجة الثانية والصناعيين، يعني التجربة الصناعية عندنا وجدت بدري شوية، يعني حسا ما عندنا خبرة صناعية كبيرة، وما عندنا قبل يعني لا قبل لنا بالمنافسة في السوق العالمي بالطريقة دي. فبالتالي عشان كده نحن نشوف إنه الدولة هي المفروض تجي تخش وبين خلال اقتصاد منظم تبدأ توكوميليت رؤوس الأموال، ويكون في مشاريع مخططة لأنه نقدر يبقى عندنا وضع تنافسي في العالم. يعني جاهد كلام أحمد الفضل. طيب أرى أول شيء دار أعلق على عشان نتجنب موضوع الأسماء من البداية. أتذكر قبل فترة طويلة كان أنا والمدام مشينا مطعم في على ساحل البحر الأحمر، وقمنا نادينا الجرسون كده. الوقت ده كان وخ أخوك يعني معه قروش كويسة، فقلت داخل نجيب حاجات فاخرة يعني. فلاحظت أغلى طلب في المينو حاجة اسمها استاكوزا، فقلنا خلاص نطلب استاكوزا دي باعتبار أنها أحسن حاجة وأكشوال أنا كنت سامع بها يعني. فبعد ما طلبناه ومشى الجرسون يجيب لنا، قام مدام نزلت قلت له يا اخي استاكوزا دي شنو؟ فقام قالت لي بكل بساطه قال لها حشر بس. احنا كنا طبعا وكذا ضيعنا على الجرسون الحاجه الاساسيه. لكن شوف الاسماء، شوف الاسم بتاع حشره كان حاجه كانت جميله، وبعد ذاك عرفت انه طعمها جميل وحاجه مغذيه ورائعه جدا، لكن الاسم ظلم. الاسم ظلم. فهسه حاليا انا اظن الحاجه الظالمه النظام الان مدعو له ده، ولسه حاول اتجنب اسمه ده نظام الرأسمالي يعني الرأسمالي. لا لكن لانه الناس شوهوه اكشوالي، شوهته زي ما قال الدكتور في فتره من الفترات كانت الناس السيطرة. شوهوه والله هو اصلا نظام ما قادر يعمل لنفسه تبيئه في المجتمعات التقليديه دي، نقدر نقول انه ما قادرين يستحملوه. من هو ما قادر يستحملوه؟ انت بتتكلم، انت فاكر انه النظام اللي قاعد في اوروبا وقاعد في امريكا وقاعد في اسيا دي كلها، دي اسمه النظام الرأسمالي الحاجه اللي قاعده في اسيا. طيب ليه ما نجح عندنا؟ ما نجح عندك لانك ما طبقته اصلا. انت احنا قاعد نسوي فيها دي مسخره ساكت. أنا إحنا لسه المكرمة على المواطنين، إحنا حس إيليا مثلاً والناس كله بتحاولوا، دي اسمها الإسقاط، إنك تحاول دائماً مساوئك الخاصة. بكلم عني أنا كسوداني، أرميها في الحكومة، أرميها في صندوق النقد الدولي، أرمي الحياة دي في ناس. يعني أنا ما قادر أفهم شنو الرؤية الحكومة اللي جات من وين. الحكومة الحالية لسه معذبة الناس، هو القبلة ومو القبلة جاء من وين؟ ما إحنا السودانيين، إحنا ما عندنا رؤية، إحنا ما عندنا رؤية، إحنا في بيتنا ما عندنا رؤية، ولا عارفين نشتغل ولا عارفين نعمل أي شيء. تلقى زمان الحمد لله الحمد لله وضع تغير. طيب الملامح الرئيسية اللي إحنا ممكن نخرج بها من المأزق عشان نقدر نقول احنا والله احنا بالمسطره طبقنا نظام راسمالي
يخرج السودان من المأزق، يعني الوصفة يا مجاهد. وهي زي ما كلمتك الوصفة الأساسية إنه الناس دي كلها تشتغل، دي واحدة تمرق الناس فهم الدولة دي من راس. تشتغل من وين؟ قال لك السي فيري جود إنه البطالة قال سافرت دي وسرت عليه الناس وشنو يمشي يقدم في مكتب عمل؟ طالما احنا عندنا هنا عمالة أجنبية شغالين يغسلوا صحون وشغالين يوظفوا لك في الشوارع انت العاطل، وانا ذاته أرى إنه ما يشتغلوا أصلا يكونوا قاعدين كده للأبد، لأنه انت إذا انت دكتور تخرجت من طب جامعة الخرطوم وخلاص أحسن زول وما لقيت شغل تقوم تقعد عالة على ناس تانيين امشي اشتغل أي حاجة، امشي غسل الصحون ليه يكون في عمالة أجنبية تغسل لك الصحون في المطاعم؟ كون إنه في 18% دي مسميها عطالة أنا شخصيا اختيارية في الكتاب ده، دي الناس أغلبهم هنا في السودانيين مختارين إنهم يكونوا عطالة منتظرين يقول لي زي ما قال احمد فضل الحكومه توفر لهم عمل. ده معقد كلام، ده هو المؤخره السبره اللي قدام انك تمشي ليه يكون جامعه النيلان فيها 1000 طالب بيقروا قانون كل سنه؟ ليش؟ منو داير قانون؟ ده ذاته السبب اللي بيقودنا اللي قدام انه الدوله هي خاربا يعني حاليا، حتى الدوله بالرغم من مساوئها دي هي مزايده الامور سوء بمحاولات للمساعده، كونه تفتح جامعات مجانيه عشان الزول يقرا فيها يقروا 1000 طالب قانون، برضه محتاج محامي قانون. اوكي قريت قانون، كان مفترض أن تقرأ حسابك الخاص، لكن قرأت قانون تخرجت ما لقيت شغل. تقول أنا أنت عاطل إجباري، أنت ما عاطل، ولا الحكومة عندها فيك ذنب ولا أي زول، ولا أنا صندوق النقد الدولي طبعاً ولا أي إنسان، أنت عاطل لأنه أنت ما داير تشتغل، لأنه أنت شايف نفسك تخرجت من جامعة حرام عليك تمشي تشتغل قصار صحون. دي نقطة. في نقطة ثانية بتاعت إنه الناس هنا بتكلم عنا نحن برضو سودانيين. يعني مثلا حتى لو لقى مجال خاتي في نفسه انه انا والله مهندس اتخرجت مفترض اشتغل بالرقم الفلاني لو ما لقيت الرقم الفلاني ده ما بشتغل. ليه؟ تعرف ما بتشتغل؟ ما لانه انت مختلف جينيا عن الزول في امريكا اللي بيشتغل اي شيء، لانه انت عندك زول في البيت حياكلك وحيشربك وحيزود لك وانت اولادك يربيكم كلهم. فانا الان انا شايف انه التحول طويل المدى، لو داير تحول اقتصادي طويل المدى، انا بتكلم عن اسا الناس الشغالين، الناس اللي بيصرفوا على الناس العاطلين على العمل اللي هم ديل ما عطلتهم الحكومه، ديل عاطلين هم براهم. انه يا اخي ما تعيش زول عال عليك، طالما انت عايش انت مشغال انت ابو المتكلم عن الاب، عندك اولاد وعندك بنات كبروا ما تعيشوا عال عليك، يطلعوا يشوفوا اي شغل يعجبهم، ما لقوا يشتغلوا طب يشتغلوا ان شاء الله يشتغلوا في بيتك ده، طلعوا العامله الاجنبيه الشغاله تمسح لكم بيتكم وخلي البنت تشتغل او خلي الولد يشتغل لك واديه نفس المرتب. فده الخلل الكبير جدا، ده التطور البعيد المدى. الحاجه النقطه اللي بتجي اما ال 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 الحل اللي دارين حل الان اني اوريك بصراحه نتبع وصفه صندوق النقد الدولي. المشكله شنو مجاهد؟ احنا خلينا ناخذ فاصل ونجي راجعين نتابع الحوار ده. تابعين الكرام فاصل ونواصل هذا الحوار، خليكم معنا. بكم من جديد. والنقد الدولي باعتبار انها هي ممكن البعض يدعي انها ممكن تراكم الثروه في ايدي قليله يعني وتخلق فروقات طبقيه، يعني نفس الحجيجه الماركسيه ممكن اي زول يقولها. روبن مرحبا بك، والسؤال هو يعني رايك شنو في كلام مجاهد انه الموضوع ده والله يا اخي عنده علاقه بثقافتنا نحن في العمل، احنا والله ما قاعدين نشتغل. هو طبعا انا بتفق لحد كبير مع الكلام بتاع مجاهد. حقيقة إحنا ما بنمارس أي شكل حسرة من الرأسمالية. الرأسمالية مرت بمراحل كثيرة، بداية من الإقطاعية وبعد كده التجارية ودي اللي إحنا واقفين فيها حسرة. بعد كده انتقلت للصناعية وانتقلت نهائيا للمصارف أو المالية. فإحنا محتاجين ما نقول الاقتصاد بتاعنا، إحنا ليس بنتاجر، يا دوب بنستورد نستهلك نبيع ونشتري، لكن ما قاعدين نشكل إضافة. منتجات السودانية تقدر تنافس الصمغ العربي وكثير من الحاجات تقدر تنافس عالميا، لكن مشكلتنا انه احنا ليس بنخطة في الشكل الاولي، ما قادرين نعمل لها اي قيمة مضافة. الوصفات بتاعت البنك الدولي ما كلها سيئة وما كلها حميدة،
الدولة إذا كانت عندها رؤية واضحة للاقتصاد تقدر تتجاوز أو تتماشى مع الوصفات بتاعت المؤسسات الدولية. يعني مثلا زي الوصف بتاعت رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، أنا من الناس المؤيدين لها وبشدة. نعم قال مؤيدين لها. نعم قال مؤيدين لها، لكن يعني أكمل لك الفكرة بس يا جهاد. نعم كل الدول لما جات تدعم أمريكا في أزمات المالية، لما جات تدعم القطاعات بتاعتها زي قطاع السيارات وخلافه، دعمت القطاعات المنتجة. ما في زول قاعد يدعم الاستهلاك نهائيا، ما في زول بيدعم الاستهلاك ونتج عنه التهريب الكثير وحاسس احنا بنعاني منه. أنا بس بخالف رفع الدعم حاليا في توقيته، يعني احنا كنا محتاجين نرفع الدعم ده قبل 2010 وقت ما بدأ يظهر اساسا من الاول. 2010 غابت الرؤية تماما بعدها في انفصال الجنوب. احنا عندنا اتفاقية موقعة من 2005 عارفين ان احنا في انفصال وفي بترول حيتشال مننا بنسب كبيرة جدا جدا. ليه احنا وقت ما كانت عندنا فوائد في الميزانية ما كانت الرؤية واضحة بالنسبة لنا للفترة ديك؟ نمينا القطاعات الثانية، ابتدينا نجهز الثروة الحيوانية وابتدينا نجهز المعادن، ليه التفتنا ليها بعد 2011 بعد ما الفات وقعت في الراس؟ نعم نعم. استاذ عبد المنعم، نظام رأسمالي قح هو ممكن يطلعنا من الأزمة اللي احنا فيها زي ما يقول مجاهد. أنا ما داير الناس في الأول يعني يكونوا فاهمين الوضع كويس قبل ما تبتدي تبادر أي حاجة، لازم تكون مستوعب الوضع المحلي والعالمي والإقليمي بشكل كويس. طيب يعني لكن طيب يعني قبل ما نخش في 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 فكرة مجاهد، إذا دايرين نصف ظاهرة الاقتصاد السوداني في 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 سياقه، هل هو رأسمالي اشتراكي مختلط يعني ما مفهومه ذاته الاقتصاد الحالي؟ نعم. طيب الاقتصاد الحالي انا جمله واحده بقول لك اقتصاد عشوائي. كيف عشوائي؟ انت طبعا حاليا نقول الاسواق الحره، انا اقول اقتصاد السوق الحر. يعني المعلن هو اقتصاد السوق الحر، قطعا قضايا الاقتصاد والاجتماع القضايا الشائكه دي تمام تلتزم فيها بخط واحد كده، بتعمل موديفيكيشن هنا وهناك عشان تقدر تمشي حالك. المنفذ تحت ضغط الواقع والاشكالات اللي بتنشا وكده بتقوم تعمل حاجات أسوأ من الاقتصاد الموجه القديم. عشان أنا برضو داير الناس اللي بيتكلموا عن الرأسمالية وبيتكلموا عن كده برضو يعني نبعد من الشغل الفكري الأيديولوجي كتير. يعني احنا بنتكلم عن اقتصاد سوداني، ما عندنا مشكلة أيديولوجية مع زول. يعني أي زول يعمل اقتصاد بينجح في محله ويحقق أهدافه مرحب به. يعني لكن احنا بنتكلم عن اقتصاد الآن إدارته إدارة عشوائية تحت الضغط، بتعمل حاجات بتاعت اقتصاد سوق حر قحة جدا وكعبة جدا وما فيها أي مراعاة للإنسانية ولا فيها أي، وده كلام طبعا برضه بيقود لكلام فكري كتير جدا. يعني هل من الاول نحن متفقين عليه في بلاتفورم مشترك ولا لا؟ يعني انا بتكلم عن دعهم يجوعوا. طيب او المعنى بتاع انه ما بيشتغل اللي يجوع او اللي يموت، يعني ده وين؟ يعني منول في السوشيال كابيتال فورميشن في السودان بيقبل لك الحكايه دي؟ يعني ما انت برضه شغال في حته ما تنسى يعني الابعاد الثانيه. انا داير اقول لك انه الاقتصاد الراسمالي ذاته المطبق عالميا هنا اقتصاد سوق حر، الاقتصاد الرأسمالي العالمي ده ذاته هو خلق بيئة غير مواتية للتنمية الاجتماعية على المستوى العالمي. أنا قبل قلت لك مشروطيات إعادة الهيكلة دخلت فيها المسائل السياسية، وبقى حتى التنمية صناديق التنمية الدولية عشان يديك حاجة بيشترط عليك مشروطيات سياسية داخلية. نعم. في بلدك. نعم. تنازل للحركة كده، قود التفاوض، أمشي في الاتجاه ده، أمشي. يعني العالم ده تدخل فيك بدرجة كبيرة جدا. نحن نتكلم عن اقتصاد وطريقة وصفة في حتة تشيل الطبيقة وبرك نو. لازم تفهم الواقع، لازم تفهم الواقع والاملاءات السياسيه والمشاكل السياسيه الحاصله. ده ادى لانه انا قبل قلت لك افريقيا كلها، عشان انا برضو ما داير اضغط على اداره الاقتصاد في البلد او الاداره السياسيه في البلد، لانه برضو هي متدخله في المسائل الاقتصاديه. انا داير اوري انه ده كونتكس عالمي كويس، لكن المؤسف انه نحن في وزن ده كله ما نكون عندنا مقاربه سودانيه فكريه حقتنا نحن كويس، سميها اسلاميه، سميها سودانيه، سميها وطنيه، مغاربتنا نحن قاعدين في السودان عشان نمرق من ده. ما هذه الصين عملت؟ هل في عندنا؟ ما عندنا لانه في محاولات. طبعا في التطبيق في محاولات. انا برضو داير ارد عليه حاجه الذين يقولون انهم ضد رفع الدعم يعني وانه التهريب وما الى ذلك. يعني خلينا نتكلم بالحقائق عشان ما نتكلم ساكت. اول حاجه انا ارد عليهم جمله واحده، البنك الدولي نفسه، صندوق النقد الدولي نفسه قال اعملوا جودز سبسيديز
واحدة من وصفاته في شبكات الحماية الأمان الاجتماعي. نعم. الآن في مراجعات كبيرة جدا على المستوى العالمي للعولمة ذاته، والناس بيتكلموا عن العولمة هتفشل، إنه الثروات دي كلها في التحليل النهائي الحكاية المشي هتبقى في يد 5% من السكان قاعدين في أمريكا، والناس دي كلها هيعيشوا فقر، هنمشي لمجتمع اسمه الخمس، خمس المجتمع شغال أربع أخماسه ما حيلقى أي شغل، حتى لو داير يا أستاذ مجاهد، حتى لو داير ما حيلقى. كويس، أنا ما أقدر أتكلم عن غسيل الصحون وسواقة الدرد الركشة والدرداق، ده اسمه الأدابتيشن. لكن انت ما تسجل ما ترسل الخطاب بس للافراد، انت ما برضو انا كدوله وانت زول عندك طموحك وفهمك وقريت جامعه وتفتخت وبيت فاهم الحياه، هل انت شايف من المناسب ده ما اسمه اندر ده داون سايزنج؟ يعني انت ما ممكن تجيب زول تقول يا اخي لا انت تشتغل، انا ممكن اشتغل مؤقتا، دي انت بتقولها براوي اي خريج اسئله وسالته هيقول لك والله انا ما خرجت سنتين لوائل عملت كده، دي حياه طبيعيه، ده اسمه ادابتيشن ولا دار لمشروعات. لو لقى شغل صغير ما حيرفع، لو لقى اي حاجه بيشتغل. دي واحده. اثنين، قانون ليش اصلا هو اذا ما حيلقى يشتغل في قانون خلاص ما يقرا، بس أنا من اول ما يقرا جامعه ده اساسا بيقودنا لفلسفه التعليم. انا قلت لك القضايا دي بتقود لقضايا فكريه اخرى. ده بيقود لفلسفه التعليم. اذا احنا متفقين ان احنا نشغل نعلم الزول قدر ما دايرينه في وظيفه، دي مساله متخلفه جدا. هل اصلا كان في خطه زي دي؟ يعني هل التعليم ذاته وضع بخطه سياسه عامه، وضع بخطه وزن التنميه، وضع بخطه وزن الاقتصاد، ولا برضه كان في عشوائيه انه استقدم زي ما التعليم ده تكون هايله؟ التعليم الهدف اللي اتوضع فيه انه التوسع في التعليم، والحقيقه حصل زيادات كبيره جدا في تعليم الاساس، حصلت زيادات غير مسبوقه في التعليم العالي، ده حاجه المفروض الناس يشيدوا بيها. لكن برضه عشان برضه نبقى واقعيين ونبقى منطقيين، برضه مخرجات التعليم العالي ما متوائمه شديد مع سوق العمل. ما انت برضه دار تعلم الزول، ولكن برضه ما قدرت تعلم ثقافه ساكت، ما تكون عندها صله بواقعه باداره البلد والاقتصاد وغيره وغيره. كويس، طبعا الكليات النظريه وكده انشاء سهل، ممكن تقبل في عدد كبير من الطلاب. التعليم ذاته بيجي استثمار، يعني نسيت تعليم الاساس مثلا، تعليم الجامعي بيجي استثمار، ما واحده من الحياة. عشان كده واحده من حياتها الراسماليه، انت يعني انا ما داير اقول لك، لكن احيانا لا ما انت يعني كل الناس بتاع الاقتصاد الراسمالي احيانا التناقض بيقع فيهم ذاته اثناء، يعني هم ذاتهم بيتناقضوا لانه ما رابطين القضايا بشكل كويس. ما هو الاقتصاد الرأسمالي ذاته قال لك استثمر في التعليم، وكلام عبد الفضل الجبيل قال الزراعة دي ذاتها شفت مدخلات اللي مفروض تكون فيها سياسات حماية زراعية. أنا تكلمت معاكم كثير قبل كده في أثناء وجودنا في ماليزيا، المواعين بتاعت حفظ الانتاج الكثيف ده كويس، السياسات الحماية، شراء المنتوج أو شراء قدر كبير جدا من المنتج عشان مزارعين يستمروا. لكن ده في حالة تطبيق النظام الرأسمالي اللي احنا بنخشى عليه انه هو ممكن يأثر سلبا. يا اخي حتى الناس المطبقين، انا داير اقول لكم انتم ما تبقوا يعني من التوريكين ذاته اكثر من التركي، حتى طبقوا ذاتهم يا اخواننا قاعدين يعملوا دعم للقطاعات الانتاجيه زي ما ذكروا نازل. الكلام اللي قالوا انه ما بيدعموا القطاعات الاستهلاكيه، الكلام ده ما صح. الكلام ده انا بديك وثائق جايانا من البنك الدولي، وانا كنت مدير فقر وقاعد، وعملوا لي ميشن وجوني وقدموا لي حلول، قال لي كاش ترانسفير. كاش ترانسفير ده شنو؟ ادي زول قروش ما شغال اي حاجه قاعد في بيته اديه قروش، ده شنو؟ ده ما دعم يعني؟ ده دعم بس هو بيتكلم عن اعاده هيكلته بحيث انه بدل ما يبقى في السلعه يبقى عند الزول. لكن طبعا ده برضه عنده ردود وعنده مشاكله. نعم، احنا نجي للحلول اللي تم اقتراحها. لكن خليني ود الفضل نتكلم عنه، هل في بنيه فوقيه ممكن تاثر على موضوع الاقتصاد؟ والاقتصاد لا موضوع بس براه، يعني بنيه فوقيه الثقافه، الدين، الجغرافيا، يعني كثير من الاشياء. ايوه طيب، انا قبل ما هنا انا لاحظت انه احنا في نقاشنا بدينا زي يعني نتكلم عن اسماء معممه شديد زي موضوع الاقتصاد الراسمالي وتطبيق الاقتصاد الراسمالي، بس حاسس انه الحاجه دي ما دقيقه، لانه بدايه النقاش ده كان عن سياسات البنك الدولي والاي ام اف، انا كنت بتكلم تقريبا عن السابس، عن الاستراكشرال ادجستمنت بوليسيز، ما قاعدين نتكلم عن يعني السابس في مقابل الحاجه اللي انا طرحتها اللي هو سنترال بلان ايكونومي. يعني الموضوع مش قاعد نحاول نعمل كريتيك للهول لكل النظام، يعني انا بقول تماما السابس ما اشتغلت وما حتشتغل، والاسباب ما لاسباب اجتماعيه، لاسباب اقتصاديه، انه الاقتصاد الحر اللي هو اول شيء حر اللي جربناه في السودان نتيجته ما ايجابيه، انه عوامل الانتاج يعني ما انت ببساطه الفكره الاساسيه الاقتصاد دي حاجتين اساسيات، دار تو بروديوس ودار تو ديستريبيوت. الانتاج عنده مقومات، واحده منها الاساسيه راس المال، ما في راس مال خصوصا في القطاع الخاص ما في تراكم لراس المال، في حاجه اقتصاديه بسيطه جديد اللي هو الايكونومي في سكيل، اللي هو انه انت بتقدر راس مالك قدر شنو، بتنتج بكميات قدر شنو، دي بتحدد مدى ربحيه القطاع ده. نحن في الحاجه دي ما عندنا طريقه ما لم نبدا نستخدم الميجا بروجكت. انا
يعني مع المشاريع الكبيره نعم يعني الضخمه واللي هي ما في قطاع خاص سوداني قادر يعملها. عشان كده انا ما متبني يعني الاقتصاد المخطط من الحكومه عشان عاجبني, لا لانه شايف انه دي الحاجه اللي حتشتغل. الحاجه الثانيه الديستريبيوشن, يعني الليله الاقتصاد كل ما انت تحرر معناها زي ما قال اللي بيشتغل بياكل, لكن انت لازم نتكلم عن فرصه الشغل. يعني الغنيان حيكون غنيان زياده, كيف ممكن نجد فرصه الشغل دي؟ كيف ممكن نجد فرصه الشغل؟ لكن الليله انا احمد الفضل اللي عندي قروش ومتعلم وردي, ما لانه انا زول خطير واوضاع معينه خلتني انا متعلم, حيلقى فرصه. الزول اللي قبل قال لي هو ما تقرا في جامعه النيله القانون ده ما حيلقى فرصه, انا حاشتغل وكان كتمت بمشي بخترب وهسه بشتغل بعلاقاتي وبهنا ممكن اعمل شركه وهو ما حيلقى. حنمشي بعد فتره من الزمن حيحصل لنا كل الظاهره اللي حصلت في المجتمعات الراسماليه, في حبه ناس زيانه مرطبين وقاعدين في وضع كويس وباقي الناس مطحونه. النموذج اللي انا بتكلم عنه ده مش نموذج لا راسمالي, لكن نموذج فيه تدخل اكثر للدوله, وهو ده النموذج النجاح عندنا حس اثيوبيا متبنيه النموذج ده. الاي ام اف ما عنده مكتب في اثيوبيا, وشوف الريكورد بتاعه احسن من احسن الاداءات التقارير قاعده تطلع على IMF عن الاداء في الاقتصاد الاثيوبي. نتكلم عن ماليزيا في فتره بتاعت اللي هي طلعت فيها السابس دي وكل العالم طبقها, كان الناس بيتساءلوا عن ليه ماليزيا ما خشت في الازمه بتاعت ال 88, بس لانه قررت انها تريجوليت. فانا بتكلم عن انه الاقتصاد السوداني ده مش عشان السابس ما حتنجح, طبيعه الاقتصاد السوداني ما حتخليه يشتغل فيه. والحاله اللي انا متبنيها وشايفها هي المفروض تكون مناشة, وفي جزء من كلامه متفق معه. يعني هسه جزء من الكتاب كان بيتكلم عن الفوكيشنال تريننج, عن التدريب التقني, ودي واحده من الاسئله المهمه في التحول, انه انت عندك ميزات تفضيليه وتنافسيه في شنو وداير تمشي لوين. بتبقى الدوله بتقوم تخد انسنتيفز للقطاع المالي اللي هم البنوك وكده وللشركات على انها تمشي في اتجاه معين. وانا الحاجه اللي بقترحها انه دي الحاجه المفروض تحصل, انه يبقى عندنا ماستر بلان انه الناس تمشي عندنا. والله يا اخي عندنا مشكله بتاعت كابيتال, عندنا قطاعات ممكن نستفيد منها زي قطاعات التعدين, عندنا قطاعات فيها ميزات تنافسيه في الزراعه, في الجلود, في المعادن الصناعيه. دي الدوله المفروض تدرسها وتعمل دراسات الجدوى فيها وتعمل حاجه بسموها القمع المالي اللي هي فاينانشال بيزد سيستم. ما حد بتخلي البنوك زي ما الدوله الليله مثلا بتقول 12% للتمويل الاصغر, بتقول 12% مفروض يمشي لتمويل التعدين, 12% مفروض يمشي لاستيراد التكنولوجيا في الزراعه. وبدعو الناس عموما, المشاهدين عموما ممكن يشوفوا التجارب في تايوان وفي ساوث كوريا وكده. برضو الكلام عن الكسل وكده بنفس الناريشن دي بنفس الصياغه دي, في كتاب اسمه ذا ميشنج دايمنشن بيتكلم عن النهضه في كوريا, اللي هو بيوريك كيف كانت الادبيات بتوصف كسل الانسان الكوري الجنوبي والليله كوريا الجنوبيه. يعني شايفينها وين؟ نعم نعم. بيتكلموا عن الصين, يعني الصين يعني بلد كانت في مستوى البطاله فيها كيف ومستوى الاميه وعمل الجور, يعني معطيات صفريه, والليله الصين وين؟ فانا داير اقول انه الثقافه دي وثقافه العمل دي لها علاقه بطبيعه العمل. انا زور مزارع وعندي 4 شهور بشتغل في السنه, باقي السنه ممكن اشرب شاي ودي حاجه عاديه لانه ما في حاجه اعملها. ما عنده علاقه بالكسل. فكلامك انت قلته انه التركيبه الاقتصاديه بتاثر على سلوك الناس في العمل صح, لكن بيبقى السؤال انه الحل شنو؟ هل الحل انه اجوعهم؟ تجوعهم حتموديهم لمور بوفرتي اوف سيركل, لفقر اكثر. الحل الاساسي انه احنا نبدا نتدخل ونقوم ننجز التحديث اللي ما انجزناه لحد هسه. مجاهد, الدولة لازم تتدخل عشان الناس ابتداء ما يموتوا من الفقر والجوع, وعشان يعني تبيلد العملية بتاعت الاقتصاد نفسها. يعني احنا نقدر نخلي الدولة ترفع يدها بصورة كلية؟ طبعا ما ممكن, لكن اقول لكم النصيحة, كل ما الدولة قلت التدخل بتاعها كل ما نحن عشنا احسن. يعني اذا انت بتوافق على مزاد التدخل لكن بصورة نسبية؟ يس طبعا, هو لازم في النهاية تدخل, ما في النهاية ما حقدر اعمل طيب شرطة براي وجيش براي. ما يجب ان تفعله الدوله اذا الدوله الاتصال. تعمل الحاجات فقط ما ممكن نعملها احنا كافراد. انا ما بقدر اعمل شرطه, الجور تعمل لي شرطه, ما بقدر اعمل جيش تعمل لي جيش, اذا انا بقدر اعمل مدارس خاصه خلاص ما تعمل مدارس. فاهم يعني الحاجات الخدمات العامه ما ممكن ينفذوها الافراد براهم الدوله ممكن تعملها. اي شيء ثاني الافراد ممكن يسووه, لا فيما يتعلق بالمعيشه, المعيشه دي مسؤوليه الافراد ممكن. لكن انا عشان ما اكون هسه الكلام يكون انا بس لانه الزمن ضيق ودار احاول اقول الافكار العامه وادي بعد ذاك التفصيل فيها. عشان تاني ما ندخل في موضوع الاسماء اللي تكلمت عنه, استاكوزا وهي حشره ولا ما حشره, نتكلم مع المشاهدين هو احنا دايرين شنو بالضبط. يعني انا كسوداني كمواطن عادي جدا, وانتم برضو معي داير, انا يا اخي اكل ايش كفايه واكل رز كفايه واشتري عربيه يعني واشتري, وكنت داير اشتري لحمه, وكنت داير اغير اشتري لسجوك اشتري, وداير فاهم الكلام اللي بقول فيه انه اشتري واشتري واشتري, انا داير استهلك اكثر. يكون عندك بيت وعربيه؟ يس انا داير استهلك, انا داير اي شيء اشوفه استهلكه.
السودان في وقت من الأوقات ما حصل في وقت من الأوقات عادة لو استثنين الفترة من 2000 لحد 2009 تقريبا 2010 دي الفترة الوحيدة السودانيين كان وضعهم أحسن بغض النظر عن الأرقام إنهم كانوا بيقدروا يستهلكوا أكبر كمية ممكن وإن كان الكلام حصريا على الناس عايشين في العاصمة. أنا بقول إنه نحن السودانيين أو أي بني آدم في الدنيا دي سعادته في إنه يقدر يلبي أكبر كمية من الرغبات الممكنة ده الفرد. طيب حيجيب من وين عشان هو يعني عشان أنا أيوة. أقدر أشتري الحياة دي أجيب قروش من وين؟ أجيب قروش من وين؟ المصدر الوحيد لأنه يكون في قروش أو يكون في سلعة أصلا تستهلكها العربية دي لازم في بني آدم تاني يشتغل وينتج لك سلعة. دي الفكرة الأساسية. حتى لو ما كان في دولة أساسا بالمناسبة أنا متأكد إنه إذا حتى ما في دولة تماما وفي وقت من الأوقات ما في دولة ولا وقت قريب البوشمان وديل ما عندهم دولة المجتمع بيعيش. فأنا أقول للناس المجتمع والأفراد سابقين للدولة وفي أهميته للدولة. الدولة جات لما المجتمع بيقى معقد لدرجة بيقى في حد ما يقدر يسويها براو. نحن كأفراد ما نقدر نسوي شارع زلط خلي الدولة تسويه. ما عندنا جيش قلنا ما عندنا شرطة. أما الأشياء الثانية اللي بنقدر نسويها برانا اللي هي التجارة ناكل ونشرب من وين نشتغل وين نتعلم في جامعات دي كلها تكون متروكة تماما للأفراد. دي الفكرة الرؤية البعيدة. صحيح أنا عارف إنه الآن الوضع في السودان قد لا يتحتمل حاجات زي دي وكده. فلكن دائما كلامي ده كله بقول إنه ناس تفكر لي قدام. أسا قبل شوية ضربتها مثلا إحنا ما قدرنا نتكلم عنه فاكرين الحاجة بنقول فيها السوق الحر وكده دي حاجة مطبقة في أوروبا وفي الغرب لا مطبقة هنا في شرق آسيا مطبقة هنا في الشرق الأوسط في دولة اسمها إسرائيل الآن من أغنى الدول في العالم. مطبق النظام اللي احنا نتكلم عنه اسمه السوق الحر ما اسمه الرأسمالية. انا في رأيي انه الرأسمالية دي كلمة جابوها اليساريين ما في حاجة اسمها الرأسمالية. فالسوق الحر انه شنو اي زول يكون حر يا اخي انت احنا كلامنا كله يدعو الحرية لما نجي اقول لكم في الاقتصاد خلوني اكون حر قروشي دي اشغلها اشرب بها اعمل بها اجع احرقها انت مالك يا اخي. الفكرة انه حررني من الحكومة الحكومة تمرقني من راسها ده قروشي دي انا اسوي بها الحاجة في راسي. ده لو عندك قروش اساسا ما هو انت ما عندك قروش. هو ده الكلام الاساسي يا مجاهد انه انت ما عندك قروش يعني انت عندك قروش يعني انت عاطل من العمل انت اذا كان طيب انا داير اقول ما 18% انت نص الشعب ده اصلا عاطل. داير اقول حاجه نحن الفقر عندنا لو تعصب لهنا عبد المنعم 47% والبطاله 18% فواضح انه الفرق بين الفقر والبطاله كبير. يعني في ناس كتار شغالين ولسه فقراء فالمشكله ما عمل دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لما يكون في اندر امبلويمنت يعني الليله نحن قلنا لكم اكبر قطاع في الاقتصاد السوداني هو قطاع الزراعه المطريه. الناس دي اللي انت دايرين يخلوا الزراعه المطريه ولا هم اجريريان ايكونوميز وفي حتات ريفيه بيشتغل في وقت الموسم وبعد ذاك بتدخر بحاول تسرفايف اللي هم دي اغلب السودانيين دي ما عطاله دي الناس شغالين وانا كنت شغال في الزراعه دي اكثر قاعد يشتغلوا اكثر مننا. الزول في الموسم بيشتغل اكثر من 12 ساعه في اليوم. فاصلا ما المشكله الاساسيه رغبه في العمل المشكله الاساسيه في هيكل الاقتصاد انه نحن اقتصاد غير حديث محتاج لتحديث واصلا ما في حل ما في ما في ما في ولا واحده من الاحتمالات انه يكون الحل في التحرير. يعني الليله الدولة أصلاً عندها مشكلة في أنها تفرض السلطة بتاعتها على الاقتصاد. عندها مشكلة في جمع الضرائب. يعني ما في دولة هسه بتدخلها في الاقتصاد. الاقتصاد ده أكشلي يعني أو حقيقة أغلبه ماشي بال 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 بالبركة. فمزيد من التحرير حيقود لمزيد من الجوطة. الموضوع ده يا جماعة العالم ناقشه كثير شديد في أنه النظرية الأساسية بتقول أنه لما الدولة تطلع الناس مدفوعين برغبات الشخصية برغباتها في انها حتمشي للانتاج. لكن الحاجه دي يعني واحده من اكبر الحاجات اللي اثبتت فشلها وبعد ذاك جات المدرسه اللي بتدعو للتدخل اللي هو الجريت ديبريشن. يعني 13 سنه الاقتصاد الامريكي قاعد في ديبريشن وفي النهايه ما جاء حل الا بعد حصل النيو ديل اللي هو فكرته الاساسيه انه الكلام اللي انا بقول فيه هسه الحكومه قررت تعمل تينيسي فالي وسيرتي تعمل مشاريع كبيره وفي النهايه الحكومه ذاتها من الناس. يعني انت طبعا المشكله الاساسيه ان احنا قاعد نحاول مرات نعاين للاقتصاد بعيدا عن السياسه ويمكن برضه لظروفنا. يعني احنا زي ما البنى الاقتصاديه بتاعتنا هشه وضعيفه واضح انه لسه برضه التنميه السياسيه بتاعتنا ضعيفه. يعني بنتكلم من الاستقلال عن الديمقراطيه اللي ما انجزناها لحد هسه ونتكلم وما تكلمنا عن التحديث الاقتصادي. انا الحقيقه داير ادعو للناس ببساطه انه لازم نفهم انه في حاجات كثيره قاعد تتقال انه الزراعه ما حل الاقتصاد السوداني. الزراعه ممكن تكون درايف للحل لكن ما لم نبدا نبني اقتصاد حديث فيه صناعه ونبدا نكون نبني البنيه التحتيه بتاعتنا. ولما نتكلم عن البنيه التحتيه هنا خلينا نركز شديد على الطرق وعلى الطاقه وعلى شبكات الري ما في حاجه حتحصل. ممكن نحصل حل قريب هسه نحن ممكن نلقى لنا زول يديننا. يعني ممكن نلقى لنا 4 مليار الجوطه اللي هسه حاصله دي حتنتهي وممكن نمشي لبالانس جديد والواصل الموضوع يواصل. لكن لو الناس بتتكلم عن التنميه
وهمها مش بس انه الاقتصاد يكون مؤشراته العامه كويسه، لكن يكون الناس في جده في قروش وعايشه عيشه كويسه زي ما قال مجاهد. الناس دارت تستهلك كل الناس ما جزء من الناس، لازم نتكلم عن التحول الاقتصادي. هو زول ده ثواني هو بيقول نعم. الدوله دي حتجيب قروش منين اذا الناس فقراء؟ الدوله دي اذا حتجيب قروش منين؟ الدوله ممكن تجيب قروش من الناس دي مثال بالسودان ده حتجيب قروش موبيلايزيشن للريسورسز. يعني ليه الحكومه هسه بتقول لك بكره الحكومه حتجيب قروش منين؟ انا ببساطه هعمل سياسه. شفت البنوك هسه الليله الموجودات بتاعت القطاع المصري في 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 السودان اكثر من 22 مليار دولار. الموجودات دي يعني شنو؟ يعني اصول البنوك، القروش الموجوده في البنوك. الكلام ده القروش السايله، انا بتكلم دي القروش نقد، القروش النقد هاي المطبوعه سايله. يعني انا مثلا ديك ببساطه نحن عايزين لنا 50 مليون دولار عشان نطلع الذهب القاعد في ارياب ويبقى عندنا اكبر منجم بتاع نحاس في افريقيا. نحن عايزين 56 مليون عشان نجمع الغاز المحروق في 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 في, في المصافي بتاعه البترول ونكتفي من الغاز اللي هو نحن قاعد نستورد في السنه غاز. بكم 50 مليون دي بيجيبها من وين؟ بجيبها يعني من الموبيلايز لوكال ريسورسز اي المصادر. بجيب البنوك دي قروشيه، القروش في البنوك بشيل انا ما بشيل مني لجنو بشيل منك مادي يعني للدوله بشيل بالضبط. ايوه ده التدخل بالضبط. طيب ما هو هو ده الكلام اللي بتكلم عنه. انا داير الحكومه تتدخل وبتعمل حاجه اللي اسمها القمع المالي، بدي الناس تقمع المالي. والمساله دي هنرجع ثاني ل 1984 هنرجع بالضبط ل 1984 والبنوك حتوافق. نعم. ودي السياسه طبقتها كوريا الشماليه وتايوان والصين اللي هم الليله اللي هم كوريا الشماليه اقرب اسوء بلد في العالم. كوريا الشماليه الجنوبيه قصدي. مجاهد تفضل. احنا الحديث عن انه والله يا اخي تتدخل الدوله ولا ما تتدخل. يا روبن مرحبا بك. يعني تدخل الدوله في مساله الاقتصاد، يعني من البداية الدولة ترفع يدها ويجوع الناس، والله هو في مرحلة أساسية وأولية تتم زي ما بقول أحمد الفضل؟ لا 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 طبعا، السوق الحر ما بيقول إنه الحكومة ترفع يدها تماما. الحكومة تخط القوانين بتاعتها، تطبق القوانين بتاعتها، تراقبها، تمنع أي انحراف يحصل، يكون في ستاندر السوق ماشي بيه. لكن في نفس الناحيه يكون برضه في قطاع خاص استثمار منظم منضبط بيمارس تجارته بطريقه ما تكدس الثروات اللي هي دي بتحمي القوانين بتاعت الدوله. في نفس الوقت بالضبط كده. الو نعم نعم ذاتي بتفهم معه تماما. انا بوريكم كيف اوضح نموذج قدر يطبق الحكايه دي في الشرق الاوسط، تركيا. نعم. طيب إيليا لو عندك كلمة قبل الختام، لأنه إحنا الزمن سرقنا والحلقة يعني في نهايتها. أنا حستكمل الحديث بتاعي، بس كانت النقطة بتاعت النموذج التركي. أنا بفتكر أنه هو النموذج كان واضح جدا جدا. الدولة وضعت قوانينها، رقبتها، دعمت القطاع الخاص. القطاع الخاص حتى لما كان داير يتجه للعالمية كان بيتجه مع الرئيس. وافتكر زيارة الرئيس أردوغان للخرطوم معه 200 مستثمر في يده من القطاع الخاص. ده النموذج انه الدولة هي اللي بتدعم القطاع الخاص وتظهره للناس. في نفس الوقت ما بتكفي ليه والضمان الاجتماعي بتاعه المواطنين لغاية سن 18، ولا من يشتغلوا الضمان الاجتماعي بيكفل ليه من العمل. يعني في النهاية شكرا إيليا، ما بيتكدح مع النظام الرأسمالي. نعم شكرا يا شكرا يا إيليا، ونحن يعني نعتذر انه الزمن العفو أسرع. العفو كلمة أخيرة أستاذ المنعم عوض. أنا دار أقول نحن بنتكلم عن كيفية الانتقال من هذا الوضع إلى وضع اقتصادي فليكن معافى حتى لو ما بقى منطلق وكده، أكثر من كوننا دارين نتناظر عن نماذج أو دارين نتناظر عن أنواع من الاقتصاد وكده. فالاقتصاد السوق الحر ذاته الدولة لازم تكون قوية جدا ولازم تنظم الأشياء، وفي شيء اساسي لازم نتفق عليه، والمسؤوليه الاجتماعيه النهائيه لازم تكون للدوله. يعني ما في طريقه الدوله تقول انا ما مسؤول منها يعني. اثنين انت برضو ما تقول انا داير حرروني وانا بعمل حاجاتي براي وكده. الكلام ده ما التجربه العمليه اثبتت خطأه في انه تكونت الكارتيلات وتكونت الاشياء. ما هو برضو رجال الاعمال والناس اللي بيستثمروا ما كلهم على قلب رجل واحد. بتصهر حاجات والأطماع البشرية موجودة، والزول ممكن بتلفون وبمجموعة تجتمع في حتة ممكن يتحكم في سعر حاجة حيوية جدا عشان هو يربح، لكن ممكن في أطفال يموتوا، ممكن في ناس يجوع، ممكن في ناس حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ما تجيهم. ما انت برضو الدولة دور المنظم ودور المسؤولية المجتمعية النهائية للدولة دي حاجة مهمة جدا. دولة الرفاه الاجتماعي، الدولة المسؤولة عن المسؤولية الاجتماعية النهائية والأمن وكل الأشياء دي قضية ما فيها اثنين ثلاثة. نعم. ننتقل من هذا الوضع عن طريق الاستثمار. نعم. نحن ما بنقدر نتكلم كثير، لكن الاستثمار الجاي أو الجا نحن نمهد له البيئة، نشتغل good governance، نكافح على الفساد، نسمح بأنه المستثمر ده يجي بكل شفافية يشتغل في الأشياء الذكرة متفضل جزء منها،
وممكن نخطط لها نشوف القضايا الكبرى شنو نشتغل فيها، شيء على المدى القصير لانه نحن الان محتاجين، وشيء على المدى الطويل لانه نحن برضو عندنا حياه استراتيجيه اذا تعالجت من الناحيه الاستراتيجيه حتريحنا الرويده ممكن. نعم. في 10 او 15 سنه ننتقل للاقتصاد. نعم. الحل متنوع وقوي. الحل في التخطيط الاستراتيجي لهذه لمساله الاقتصاد في السودان عموما. شكرا جزيلا بارك الله استاذ نعيم عوض. بارك الله. هذا الفضل كلمه اخيره يعني. ايوه في الختام حقيقه انا بحب اقول كالاتي، انه اللي نحن الحاجه اللي بنتمناها انه الاتجاه الاقتصادي المفروض تمشي فيه الدوله المفروض يكون بيعبر عن مصالح الناس، وانا بتخيل انه مصالح الناس سواء كان جات باي نظام يعني المفروض تكون دي واحده من الحياه الاساسيه المراعي لها. انا بدعو لانه نبدا نتبنى اقتصاد مخطط مركزيا فيه دور كبير للقطاع الخاص، لكن الدوله هي السائق الحاجه دي زي ما اتكلموا عن النموذج التركي وزي ما اتكلمت انا عن كوريا الشماليه وتايوان وعن الصين. وانا اختياري للحاجه دي ما عدم رغبه مني في القطاع في الشيء الثاني، لكن احنا عندنا حاجتين اساسيات، عندنا يعني اقتصاد طبيعته صغيره صغيره فبالتالي في ديس ايكونومي اوف سكيل من انه يخلي القطاع الخاص براه ويقدر ينجز التحول ده. وفي اورجنايزيشن البارير لانه البونه التقليديه اللي بيتكلم عنها مجاهد اللي هي نشأت في قطاع زراعي ما صالحة لأنها تخش في المجتمع التنافسي ده، فدار الدولة تسوق بيد السوق وبيسد المجتمع لأنه نمشي لمرحلة اللي قدام نحو مجتمع يعني مجتمع يعني يبدأ ينجز التحول بتاعه. نعم. مجاهد في 90 ثانية دار أقول معلومة وسؤال للمشاهدين. المعلومة لأنها وردت هسه حاليا ويتكلموا عنها وفي السياق اللي هي موضوع صندوق النقد الدولي، وسأتكلم عنه عشان كلامي ما أخذ خارج سياقه. صندوق النقد الدولي ده عباره عن زول بتمشي له انت بتقول له داير قروش منك. هو بيقول لك يا اخي قروشي عشان ما تبيع زق علي لازم تسوي بها كده وكده وكده وكده، بقول لك ما تسكر بها وما تعمل بها وما بس ما داير يجي ما يجي، داير منه معلومه يعني ما مجبرك ولا هو وحش ولا شيء، مجرد ناس تمشي تدين منه من قروش انت مشيت لهم هم ما جوك، دي معلومه رقم واحد. فهم بيدوك يا اخي شروط وقروشنا دي سوي بها 1 2 3 ما داير اخليها، دي المعلومه. السؤال للمشاهدين، إذا أنت صاحب مصنع أو أنت تاجر أو أي حاجة، أحسن لك إنه الحكومة تساعدك تعمل لك مستشفيات وتقري لك أولادك مجاني، ولا هي تقدم لك مساعدة لسه قاعد تقدمها لك حاليا اسميا دي، وفي نفس الوقت تتدخل في شغلك زي ما سنس المحليات وغيره متدخلين في شغلك، ولا أحسن لك الحكومة ترفع يدها منك ما تفر يعني ما تدخل نفسها كثير في شغلك، تصدر شنو تعمل شنو تنتج كم وما تعمل كم، وفي نفس الوقت تخليك يا اخي زي ما انت اصلا قاعد تعمل تتعالج بقروشك وتقرا بقروشك. نعم. بالنسبه للمشاهد احسن لك شنو؟ نعم احنا بنحاول نملك الاجابات من المشاهدين يا مجاهد جدا، لكن معناها احنا حنحتاج حلقه ثانيه او ربما ثالثه، يعني نحاول بقدر الامكان نتتبع مسير الاقتصاد السوداني الى ان يمكن ان نصل الى وصفات فاليد وفعاله. شكرا جزيلا مجاهد، وشكرا عبد الفضل، وشكرا جزيلا عبد المنعم، وشكرا ايضا عبر الهاتف ايليا روبن ويليام. متابعينا الكرام الى هنا نصل نهاية هذه الحلقه، نحتاج حلقه اخرى في هذا الموضوع، حتى الملتقى نترككم في امان الله.